مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سرور كونين جن وانس هم بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا دو جہان آدائے سرور او محمد محترم جید تاب جن تے آدم سب عرب تے سب عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم او حبيب استو ازو دارم چشم التفاق در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا ہے حبیب ہر مصیبت والدی امید گا ہے شفیع ناگہانی آفتاں کیتے پناہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمام اكرام طرز خلقت من ندان ملتجا جست در وقت قیامت نیز در افتادها اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات عام میں گئے آپ میری تکیہ گاہ اکرم المخلوق تے بن کون ڈیندا ہم پناہ ہر مصیبت عام خاص چ تو مینڈی تکیہ گاہ مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا ودرتها فإن من
दुनिया हस्त जो दे तो आखिरत अज तो करम अज ओलो में तोस्त इल्मे लोह ने जिल में कलम बेशुबा दोनों जहां है आपका जूदो करम इल्म कुल है आपका और जुज्व है लोहो कलम ए जहां ते ओ जहां डो है तेडा जूदो करम आप दे कुल इल्म दा हिक जुज्व है लोहो कलम مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.